عقد معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اجتماع عمل مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في مقر إقامة فضيلته، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من علماء الأزهر الشريف وأساتذته وسفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين. وألقى معالي كلمة في الاجتماع جدد فيها ترحيبه بفضيلة الإمام الأكبر في بلده الثاني مملكة البحرين، مثمنا دعم فضيلته ومساندته لإقامة ملتقى البحرين للحوار تلبيته لدعوة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للمشاركة في الملتقى وإقامته الاجتماع الدوري لمجلس حكماء المسلمين على أرض البحرين. وأشار معالي إلى أن مملكة البحرين تعتز بعلاقاتها التاريخية منذ عشرات السنين مع الأزهر الشريف، مشيدا معالي بمبادرات فضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وجهوده الخيرة ومساعيه الحميدة لنشر السماحة والوسطية والتعايش والتأصيل الرصين لمتطلبات العصر ومستجداته والدفاع عن ديننا وقيمنا وثوابتنا ووحدة أمتنا. وذكر معالي أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من أهم المؤسسات الوطنية التي تعنى بالتقريب بين المذاهب وتعزيز الوحدة بين المسلمين والمحافظة على القيم والتقاليد الإسلامية السمحة وترسيخها وإبراز روح الإسلام السمحة وتفرده بالوسطية والاعتدال. ثم ألقى فضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين كلمة عبر فيها عن شكره وعرفانه لمقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم على ما لقيه من حفاوة واستقبال ومشاعر أخوية صادقة، مقدرا الجهود المخلصة والدؤوبة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة. وتحدث فضيلته مع أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس عن هموم الأمة والتحديات المتربصة بها، لافتا إلى أن الأعداء يعملون ليل نهار على إعداد برامج تستهدف الدين والأسرة باعتبار تلك الأركان هي من أهم ما يميز الأمة، مشددا في هذا السياق على أن الأمة لن تستطيع مواجهة تلك التحديات ما دام أبناؤها متشرذمين، وشدد على ضرورة العمل الدؤوب على وحدة المسلمين محذرا من خطورة الفتن المذهبية. وحذر فضيلة الإمام الأكبر من تخندق العلماء ومن الحوار في العقائد باعتباره يؤدي إلى الصراع، داعيا أصحاب الفضيلة علماء المذاهب الإسلامية إلى استشعار التحديات والهموم وإلى تفويت الفرصة على من لا يريد وحدة الأمة. بعد ذلك بحث أصحاب الفضيلة من الجانبين عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية الوحدة الإسلامية، مؤكدين تضامنهم التام مع دعوة فضيلة الإمام الأكبر على قيام حوار إسلامي يرسخ من لغة الاحترام المتبادل. فضيلة الإمام الأكبر، إن مملكة البحرين تعتز بعلاقاتها التاريخية منذ عشرات السنين مع الأزهر الشريف وشيوخه وعلمائه، وترى أنه يمثل منارة للعلم والفضيلة ورمزا للوسطية والتعايش ورمزا للوحدة والتآخي بين المسلمين، فقد اطلع على مدى أكثر من عشرة قرون بدور رائد ورشيد في نشر سماحة ديننا الحنيف وتأصيل الفكر والخطاب والحرص على وحدة الأمة والأوطان والشعوب وأمنها وسلامتها. كما نقدر لفضيلتكم مبادرتكم الطيبة وجهودكم الخيرة ومساعيكم الحميدة لنشر السماحة والوسطية والتعايش والتأصيل الرصين لمتطلبات العصر ومستجداته والدفاع عن ديننا وقيمنا وثوابتنا ووحدة أمتنا، سائلين الله تعالى أن يمدكم بالتوفيق والعون والسداد ولتواصلوا في هذا الميدان المبارك. ونؤكد لفضيلتكم أن يد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمملكة البحرين مشدودة على يدكم في الأزهر الشريف، وتجمعنا نفس الرؤية والرسالة والأهداف ونفس الهموم والتحديات والآمال، ولقد انبثقت فكرة إنشاء المجلس من جوهر ديننا وعقيدتنا ومن الروح البحرينية الأصيلة
ومن هوية البلاد وثقافتها وتركيبتها الاجتماعية، ليكون المجلس المظلة الناظمة والراعية بأمانة ومسؤولية للشأن الإسلامي في مملكة البحرين. فالمهمة الموكولة إلى المجلس كبيرة وجليلة، والرسالة التي يحملها عظيمة ونبيلة، وهي خدمة الدين الحنيف. لذلك نحن نطمح دائما إلى نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتوعية المسلمين على الالتزام بأحكام دينهم وتمسك بشريعتهم وتخليص الفكر من الشوائب التي تلحق به، وتنقية الخطاب الإسلامي من المفهومات القريبة التي أخذت تتقلقل فيه، ومواجهة الأخطار المحدقة التي تهدد العقيدة والهوية. يسعدني كثيرا في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله على ما لقيت في رحابه الحاب جلالته الكريم من حفاوة وحسن استقبال وتعبير صادق وحي ومباشر لأخوة عميقة في قلب جلالته. وحقيقة هذه ليست بالمرة الأولى التي ألمس فيها هذا، إنما تقريبا يعني ربما من ثمان سنوات أو 9 سنوات نفس الشيء، والتقينا به في القاهرة، وكلما التقينا به نشعر أن التقينا بأخ أكثر من أخ شقيق حقيقة. وهذا يمكن هو السر في أن الله سبحانه وتعالى يفيد دائما على هذه البقعة التي يعني لها تاريخ عريق وقديم ومتأصل، سواء في الثقافة أو في المسارعة إلى الحق. طبعا شعب البحرين أول من سارع إلى الإسلام، فلجلالته خالص الشكر والتقدير مرة أخرى. هذا ليس بكثير عليه ولا عليكم.